السلام عليكم ومرحبا بكم في انا الطبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على سلو ديال الكوكوط. كيجي لذيذ بزاف، مكونات جد بسيطه كيف غادي تشوفوا معايا، والاهم انه كيتحضر بسرعه كيف غادي تشاهدوا معايا. الوقت ديالو قياسي، بلا ما نطول عليكم خليكم تابعوا معايا المكونات مع طريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات ديال هذا السلو هذا اللي غادي نحتاج فيه. كيف غادي نشوفوا معايا انا حضرت لكم بكميه بسيطه، نتوما اللي بغيتوا تضاعفوا المقادير ممكن. غادي نبدا لكم على بركه الله. هنا عندي ربع ديال اللوز. بالنسبه لهذا اللوز راه سلقته وقشرته وحليته، غادي نخلي لكم ان شاء الله كيفاش كنحلي اللوز. عندي نص كيلو، عندي نص كيلو ديال الدقيق اللي الفورص بطبيعه الحال اللي خديته وحمرته كيف غادي تشوفوا معايا ان شاء الله من بعد ما نكمل معاكم المكونات. هنا مازال ما غربلته، ضروري غادي نغربلو. كيف كتشوفوا كنحصل على هذا اللون هذا، راه ما باينش بزاف، تيكون شويه غامق. وعندي 250 غرام ديال الزنجلان اولا السمسم اللي حتى هو محمر كيف كتشوفوا، يعني رابعه درت رابعه ديال الزنجلان ورابعه ديال اللوز مع نص كيلو ديال الدقيق. عندي هنا شويه ديال المسكه الحره اللي غادي نطحنها. عندي قبيسه ديال الملحه، غادي ندير تقريبا 100 غرام ديال الزبده. بالنسبه ليا هاد الزبده هادي غادي نديرها الدوب، غادي نديرها كدوب في شي كاسرونه، ولكن كنخليها حتى كتنشف تماما من داك الماء اللي كيكون فيها. يعني فاش كنديروها كدوب كتبدا تحسوا بواحد الترطيعات ديال الماء، كنخليهم حتى كيما ما كيبقاوش كيولي يعني هذاك الشيء هادئ، عاد غادي نحطوها باش نخلطوها مع الزيت اللي قليت فيه اللوز. هنا تقريبا عندي واحد كاس ديال الزيت، ودائما كتبقى الزبده والزيت على حسب الرغبه ديالكم. الا بغيتوا السلو يكون ناشف شويه كتنقصوا كميه الزيت وكميه الزبده، بغيتوه يكون يعني معلك كتزيدوا الكميه على حسب الرغبه ديالكم. هنا عندي معلقه كبيره تكون عامره بزاف ديال حبه حلاوه والنافع كيف كتشوفوا، حتى هما راه محمرين، وسكر سكر كلاصي اولا السكر الصقيل كيبقى على حسب الذوق ديالكم، كيف بغيتوه يكون حلو اولا مسوس على حسب الرغبه ديالكم. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله، نخليكم كيفاش حضرت الدقيق والزنجلان واللوز. غادي نبداو بطريقه التحمير اولا كيفاش كنحمر الدقيق. هنا خديت كوكوط تنشعل على العافيه تكون مهيله ما تكونش يعني مجهده. هنا غادي نشد هذيك نص كيلو ديال الدقيق وغادي نقويها. وكناخذ واحد المعلقه ديال الخشب وكنبقاو نحركو فيه حتى كيتحمر مزيان كيف غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. العافيه ما تكونش مهيله بزاف وما تكونش متوسطه، يعني بين وبين. كيف شفتوا معايا انا درت نص كيلو كلها في مره واحده. عندي كوكوط متوسطه كيف كتشوفوا، يعني الا كانت مضاعفه المقادير كديروا بنص كيلو بنص كيلو، راه غير كيتحمر ما كياخذش الوقت كثير، غير ضروري انكم تبقاو تحركوا مزيان باش ما يتحرقش ليكم. في نفس الوقت غادي ناخذ معلقه وغادي ندير اللوز يتحمر من بعد ما سلقته وقشرته وخليته حتى نشف. بالنسبه للوز كنديرو في الزيت بارد، يعني ما غاديش نتسنى حتى يسخن الزيت. غادي نزيد شويه ديال الزيت ضروري ما كنغفلوش على الدقيق ديالنا، راه بدا تيتحمر شويه دائما كنحركو. بالنسبه للوز الا ما بغيتوهش مقلي كتخليوه بالقشور ديالو، يعني بلا ما تسلقوه كتخليوه هكاك طري وكتحمروه حتى هو في الكوكوط كيف غادي ندير مع الزنجلان. كتبقاو تحركو فيه تحركو فيه حتى كتحسوا بانه تحمر مزيان. وبالنسبه لهذا الزيت اللي تقلب فيه اللوز هو اللي غادي نضيفو على الزبده باش نخلط به هذا السلو ديالي، وما انا غادي نستمر بالتحريك
كيف شفتوها الطريقه راها ساهله وما كتاخذش الوقت كثير، دغيا كتوجد. بالنسبه لي انا درت غير كميه قليله حيت غادي يتكال اصلا قبل من رمضان، في رمضان ما تيتكالش نهائيا سلو. انا غير درتو باش نعطيكم فكره على طريقتي في تحضير السلو، وطريقه جد سهله وبسيطه يعني دغيا كتوجد. اما الا درتوه في الفران بعدا يديكم كتشبع حرقان، كتبقاو تحرقوا فيها بزاف بحالي انا بعدا. كوكوت لا كوكوت ساهله بزاف وحده عينيك، كل مره كتبقاي تحركي فيها بلا ما تجبدي اللاطه وترشعيها. اللوز هو راه قرب يتحمر. غنخليها واحد شويه ونحيدو نديرو يتصفى. صافي اللوز هو راه تحمر كيف كتشوفوا، ما كنخليوش حتى كيولي لونو غامق غير بحال هكا باش ما يتحركش. بالنسبه لهذا الزيت كيف سبق ليا ذكرت انني غادي نولي نستعملو نفسه في التخلاط ديال السلو. كيف كتشوفوا ها هو راه بدا تيتحمر، دائما التحتاني كنرجعو هو الفوقاني والفوقاني هو التحت باش يتحمر كله بشكل متساوي. الا بانت لينا شي كره كنوركو عليها بحال هكا باش هي تحمر. صافي دابا ها هو ديالنا راه تحمر كيف كتشوفوا، حصلت على اللون اللي بغيت. كنبقى نحركو حيت الكوكوط من حده هي سخونه، هو مازال كيزيد يتحمر يعني ما خصناش نغفلوا عليه. صافي بالنسبه ليكم الا كنتو ضعفتوا المقادير كتحيدوا هذا وكديروا الدقائق اللي بقى ليكم كتبقاو تخلطوا فيه. خدا ليا تقريبا واحد 12 دقيقه باش تحمر، نتوما على حسب يعني الحجم ديال الكوكوت. صافي دابا غادي نبقى نحرك حتى كيبان ليا صافي راه بدا كيبرد، وغادي ندوز نحمر زنجلان في نفس الكوكوط، غادي غير ندوسها مزيان بالدقيق باش ما يتحركش. انا درت زنجلان حتى هو غادي نبقى نحرك فيه حتى كيتحمر باش كنعرفوا انه راه يعني حيت هو كيبقى على اللون ديالو كياخذ واحد اللون غير شويه باش كنعرفوه صافي راه تحمر. كناخذ وحده الا وركنا عليها هكا الوسط تجينا رطبه وهي خضراء، اما الا تحمر كتجينا بحال مقرمشه كتولي. صافي كنعرفوها راها وجدات. غادي نحمر ضروري حتى هو ما نغفلوش عليه، راه دغيا كيتحمر ما كياخذش كياخذ الوقت اقل من الدقائق، يعني واحد 8 من 8 حتى 10 دقائق صافي كيكون واجد. كيسبق ليا ذكرت عندي هنا رابعه ديال الزنجلان او السمسم. صافي دابا كيف كتشوفوا الزنجلان راه خدا ليا تقريبا واحد 6 ديال الدقائق وتحمر مزيان. صافي دابا غادي نحيدو باش ندوز لاخر مرحله اللي هي غادي نحمر فيها حبه حلاوه والنافع. صافي حتى هي غادي نطفي عليها، هي راه ما كتاخذش دقائق ما كاملاش، ممكن كاع تحطوها غير في السخونيه ديال الكوكوط تحمروها. صافي انا دابا طفيت عليها غادي نديرها في شي اناء. غادي نبدا على بركه الله، هنا خديت هاد الصفاي هادي اولا الشبكه غادي نغربل فيها الدقائق. غادي ندير باش غربلتو هو الاول باش صافي نحيدو نحيد هاد الزلافه من حدايا، ومدا اي حاجه طحنتها غادي نديرها في الطاوه مباشره.
حيت مازال سخون داكشي علاش مبغيتش ندير ايدي. صافي كيف كتشوفوا راه غلفلت كلشي ماشي طوال نهائيا. ها هو الطبق ديالنا كيف كتشوفوا. غادي نضيف واحد قبيصه ديال الملحه وغادي نبدا دابا نطحن هاد المكونات هادو. الزبده نخليها هي الاخرى. غادي ناخد الزنجلان بالنسبه لي الزنجلان انا ما غاديش نغربلو غادي نخليه بحال هكا. صافي ها هو الطحن كيف كتشوفوا. ما طحنتوش بزاف حيت ما بغيتوش يكون عاوتاني يعني يطلع هذاك الزيت ديالو. وغادي نخلي واحد كميه صغيره غادي نديرها بحال هكاك باش نخلي داك القرمشه تكون في السلو. الا بغيتو طحنوه كامل ماشي مشكل انا غادي نخليه مازال. صافي انا درت الزنجلان كامل غادي نطحن دابا حبه حلاوه ونعفاء. كيف غادي تشوفوا معايا طحنوا مزيان. دابا غادي ندوز للوز. اللوز غادي نخليه غير شويه باش نزين شي حبات باش نزين الشكل النهائي. صافي غادي نخليه غير شويه باش غادي نزين به وغادي نطحن هاد البقيه. صافي اللوز ها هو الطحن كيف كتشوفوا. واخا كيبقاو واحد الطريفات مقطعين كبار شويه ماشي مشكل. الا بغيتو السلو اللي فيت ليا محضراه معاكم اللي تيكون فيه تتكون فيه بزاف ديال الانواع ديال هذا الشيء يعني كيكون فيه حبه حلاوه كيكون فيه زرعه الكتان كتكون فيه ديك الصوجه غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف. انا درت هذا اللي خفيف وساهل دغيا كيتحضر. صافي ساليت من هذه. غادي نضيف دابا سكر كلاصي كيبقى على حسب الذوق. ممكن تخلطوه بالعسل اولا ديروا خليط ما بين العسل وسكر كلاصي. صافي ما غاديش حتى الاخر وندوق نشوف واش. غادي نخلط كلشي مزيان كيف كتشوفوا معايا راه كتخرج لينا كميه يعني كيلو نص كيلو في رابعه في رابعه راه كتخرج واحد كيلو ديال السلو اولا اكثر واحد شويه. غادي نخلط كلشي مزيان. صافي نمشي دابا نحضر الزبده والزيت اللي غادي نخلط به. نسيت ما وريتكمش ان طحنت شويه ديال المسكه الحره مع زنجلان يمكن طحنتو حطيت واحد جوج حبيبات صغورين. غادي ناخذ دابا الزبده واحد 100 غرام تقريبا ديال الزبده او على حسب الرغبه ديالكم.
مابقاتش تهبط. غادي ندير هاد الذوب. كيف كتشوفوا انا درت الزبده في الذوب، كتسمعوا واحد الصوت، غادي نخليه حتى ما كيبقاش هذاك الصوت وكنحيدها، يعني كنعرفوا ان الماء اللي فيها راه تحيد. على ما توجد الزبده غادي نضيف هذا الزيت اللي عليت فيه اللوز في نفس الوقت كنخير. الا كان خاص الزيت مازال راه غادي نزيد، انا بغيتو يكون معلك شويه، ما بغيتوش يكون ناشف. غادي نخدم ايدي ضروري حيت هو كيخصو بحال كندلكوه. كيف كتشوفوا معايا هي الزبده ديالي من بعد ما وجدات كتكون هكا. غادي نبدا نضيفها دابا وفي نفس الوقت كنخلط. صافي دابا غادي نبدا نخدم بايدي حتى سخونه. كيف كتشوفوا انا دلكتو دابا مزيان، الا بغيتوه يبقى بحال هكا بركه. كيف كتشوفوا انا زدت سخن شويه ديال الزيت، الزيت مازال سخونه. ممكن ديروا زيت العود في بلاصه الزيت العادي. صافي تقريبا درت واحد كاس ديال الزيت ديال العنبه وكاس ديال الزبده. غادي نعجنها بايدي مره اخرى ونرجع معكم. صافي سلوها وراه وجد. كيف كتشوفوا انا درتو معلك شويه، نتوما كديروا على حسب الرغبه ديالكم. دابا غادي نحطو راه ضقتو الايس سكر كلاصي، هو هذاك يعني الحلاوه هي هذيك، ما ضفتش مازال السكر كلاصي. نتوما على حسب الذوق كتذوقوا في هذه المرحله وكتشوفوا، الا كان خاص كتزيدوا شويه كتغربلوه وتذوقوا حتى كتحصلوا على المذاق اللي بغيتو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا. كيف كتشوفوا تيجي لذيذ بزاف، مكونات جد بسيطه، وكذلك انه سريع في التحضير ديالو. بلا ما نطول عليكم نخليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات جداد باذن الله، ونخليكم في امان الله.